الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسيد البشر أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، أيها الأحبة، رمضان شهر الطاعة والإحسان، شهر البر، شهر الخير. لقد فضل الحق سبحانه وتعالى الشهور بعضها على بعض، وفضل الليالي بعضها على بعض، فجعل رمضان درة الشهور، واختار فيه ليلة جعلها هي خير الليالي، إنها ليلة القدر، ليلة الرحمة، ليلة الضياء، ليلة السعة، ليلة النور، ليلة أخبر عنها ربنا بقوله خير من ألف شهر. أحبابي، الحق سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة وفضل هذه الأمة، ومن أجل هذا التفضيل فضلها بأيام، وفضلها بليال، وفضلها بشهور. فالشهر شهر رمضان، واليوم يوم الجمعة، والليلة ليلة القدر. ليلة القدر، ربما يسأل بعضنا لما سميت بهذا الاسم ليلة القدر؟ سميت بهذا الاسم كما قال علماؤنا لأكثر من أمر. الأول، أن الله سبحانه وتعالى قدر في هذه الليلة أرزاق العباد وآجال العباد، وجعل في كل ليلة من هذه الليلة في كل عام من رمضان يقدر ما للعبد في السنة التي تلي، لذلك سميت بليلة القدر. وقيل سميت بهذا الاسم لأن الملائكة تنزل إلى الأرض فتضيق الأرض من كثرة الملائكة، فتصبح الأرض ضيقة بسبب كثرة الملائكة التي تنزل في هذه الليلة. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الحق سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن، أنزله جبريل عليه السلام، أنزله على خير الأنام، أنزله لخير أمة أخرجت للناس. فهي ليلة ذات قدر، أنزل فيها الحق ربنا كتابه فكانت ذا قدر، بملك أو بملك ذا قدر، على رسول ذا قدر، على أمة ذات قدر، فكانت ليلة القدر، ليلة النوم، ليلة الراحة، ليلة السعة، ليلة الأمان، ليلة الخير. ليلة القدر لها فضائل ولها مميزات ولها خصائص، أهمها ما قاله ربنا سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أفضل ميزة وأهم ميزة في هذه الليلة أن هذه الليلة هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن. وهنا ربما يسأل سائل: هي ليلة القدر ليلة واحدة ولا أكثر من ليلة؟ ليلة القدر ليلتان. اثنين؟ الليلة الأولى هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن أول ما نزل من السماء إلى أهل الأرض. أما الليلة الثانية هي التي تتجدد لنا في كل عام، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة قدر، وكان لأمته من بعده في كل عام ليلة قدر. ليلة القدر التي أخبر عنها ربنا في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول عنها الإمام القشيري رحمه الله: اسمع، في هذه الليلة يجد العابدون قدر نفوسهم، ويشهد العارفون قدر معبودهم. سبحان الله، إن المتدبر والمتمعن في فهم هذا الكلام يعلم أن هذه الليلة قدر لصاحبها وقدر عند ربها،
كذلك يشهد العارف بالله قدر ربه في هذه الليلة. سبحان الله، كيف هذا؟ كل منا، أي واحد فينا في هذه الليلة إذا خشع قلبه وخشعت جوارحه واستقام ذهنه واستقام فكره وعرف قدره وعرف قدر ربه، لا يضيع ليلة ولا يضيع نهارة ولا يضيع صيامه، يقيم الليلة بكل ما أوتي من قوة، بجوارحه وبقلبه بلسانه وبفكره وبذكره وبشكره. سيدنا الإمام القشيري حينما أخبر وقال: والعارفون، إذن هناك فارق بين العابد والعارف. العابد يصلي، يزكي، يحج، يفعل ما عليه من مأمورات وما عليه من واجبات. أما العارف بالله هو الذي يعيش الفريضة في معية الله، يصلي ويستشعر ربه في صلاته، يقوم الليل ويستشعر ربه في قيامه، محدش بيشغل عنه، مش بيصلي عشان يخلص، لا، ده بيصلي عشان يوصل إلى الله عز وجل، لكي يصل إلى الله بالقلب، لكي يصل إلى الله بالجوارح، لكي يصل إلى الله يكون في معية الله عز وجل. يقول سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. كثير مننا يسمع الكلام ده يقول لك إيه؟ ليلة القدر أفضل من 83 سنة وأربع شهور. نعم، هي لا تعدل أو لا تساوي. يعني البعض بيفكر إن ليلة القدر تساوي 83 سنة وأربع شهور. لا، ده هي أفضل وخير وأعظم في الأجر من عبادة 83 سنة وأربع شهور. عشان كده ربك قال إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سبحان الله، كلها بركة وكلها خير وكلها بر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قف هنا، سلام، هذه الليلة سلام. أيها المكروب اغتنم ليلة القدر، أيها المهموم اغتنم ليلة القدر. كيف اغتنمها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا المجال، التمسوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. طب الموضوع كبير علينا شوية، نعمل إيه؟ التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. طب الموضوع كبير علينا شوية، نعمل إيه؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنها لسبع بقيت أو خلت. يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. طيب حضرتك تضمن تعيش تاني بعد العشر أيام أو الخمس ليالي دول؟ لما لا نغتنم هذه الأيام؟ لما لا نعيش في معية الله عز وجل في فضل هذه الأيام؟ ليلة القدر، هذه الليلة التي فضل الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ربما يسأل أحدنا ويقول: هو الإسراء والمعراج إيه علاقته بليلة القدر؟ فضل الله نبيه وكرمه في رحلة الإسراء والمعراج، وفضل أمته بليلة القدر. ليه؟ ربك عالم بحالنا، ربك عالم بحالنا، عارف إن إحنا ضعفاء، عارف إن إحنا أعمارنا قصيرة، ليس كالأمم السابقة أعمارهم طويلة. لذلك جعل الله عز وجل لنا هذه الأعمال القصيرة في الثواب كبيرة وكثيرة. لما؟ لكي نلحق من سبقنا. كثير مننا بيسأل: أنا عملت ذنوب وعملت سيئات وعملت معاصي، أنا مش عارف أقف من إيد ربنا. اسمع: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ها،
نعمل يا رب؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجي واحد يسأل ويقول كل الذنوب؟ آه، حتى الكبائر؟ ربك لا يضيق واسعة، هتضيقه على نفسك ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب؟ آه. أي ذنب؟ آه. مش قلبك رجع لربك؟ مش قلت يا رب؟ مش استقام القلب ورجع إلى ربه وإلى خالقه وإلى بارئه؟ خلاص. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما عندناش فرصة أعظم من دي، وربك جعلنا هذه الليلة لتكون طوق نجاة. أعرفها إزاي ليلة القدر دي؟ أعرفها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها علامات. الشمس تطلع وتشرق في هذه الليلة دون شعاع، تخرج دون شعاع. بس مش عايزين نقف كتير عند العلامات، عايزين نقف كتير عند علامات القلوب. ازاي؟ هو ليلة القدر ممكن نشوفها؟ ليلة القدر يستشعر بها العارفون بالله. ليلة القدر تحسها وانت بتصلي، وانت بين ايد ربك كده في قيام الليل، في دعوة، بدمعة، بزكاة، بصدقة، بنفقة. ليلة القدر ممكن تقضيها وسط أولادك. ليلة القدر ممكن تقضيها وسط أولادك، تقضيها في طاعة، تقضيها في رحمة. ليلة القدر ليلة جعلها الله سبحانه وتعالى طوق نجاة لكل عاص ولكل طائع ولكل عابد. اللهم ارزقنا ليلة القدر وخيرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم اكتب لنا خيرها ويسر لنا حصولها، اللهم اجعلنا من أهلها وغنمنا خيرها واكفنا شر ما كتب للناس فيها، اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وشرحت صدورهم. اللهم لا تصرفنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد سترت عيوبنا برحمتك يا ربنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.